وأتم الحج والعمرة لله. والمراد أدوهما تامين كاملين بأركانهما وشروطهما وواجباتهما وآدابهما. قال تعالى وأتموا، الواو هنا إما عاطفة لأنه ذكر في الآيات السابقة آيات الصيام وآيات الجهاد، فعطف عليها في هذه الآيات آيات الحج، وإما أن تكون مستأنفة لبيان أحكام الحج في استئناف جديد. المصنف رحمه الله ذكر عدة مسائل فقهية مهمة في هذه الآيات، منها وجوب الحج والعمرة، وأتم الحج والعمرة لله. إذا وجب إتمامها في حال البدء فيها فإنها قبل البدء فيها تكون واجبة. وأتم الحج والعمرة لله، والمراد أدوهما تامين كاملين بأركانهما وشروطهما وواجباتهما وآدابهما.